ومياه الشرب، وبعد كده الغاز، وبينتهي بعد كده عمليات الرصف والتجميل. أما مشروعات التعليم اللي هي المدارس، أو إذا كان بنتكلم على الكهرباء، فهي بتمشي على التوازي على طول. وإحنا كان عندنا خطة من 2018 إن إحنا محتاجين حوالي 4400 فصل دراسي عشان ننهي على الكثافات داخل الفصول. تم الانتهاء من أكثر من 55% من هذه الفصول بإنشاء مدارس في مناطق مختلفة، لأن إحنا عندنا مناطق كثيرة كانت كثافة الفصول تتخطى 90 طالب، إحنا عايزينها تنخفض تبقى من 25 ل 35 طالب. ففي خطة طموحة جدا بنعمل عليها من خلال الأبنية أعتقد التعليمية. كمان يا دكتور، يعني من أهم بصراحة الفوائد، يعني حضرتك برضو ممكن تكمل على كلامي أو تصحح كلامي، أنه فايدة أو أهمية توفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا هو أنه بيقلل الزحف العمراني العشوائي داخل المدن أو العاصمة. يعني احنا كنا شفنا الهجرة الداخلية اللي كنا بنعاني منها لسنوات طويلة، وده ملف يعني شائك جدا، وده اللي كان السبب الرئيسي في الحقيقة في ظهور العشوائيات. ده هو كمان خليني اقول لحضرتك ان من ضمن المبادرات اللي بتتم ان احنا بنعمل زي ما حضرتك عارفه ان في احياء كانت زمان عباره عن قفور او قرى وانضمت بقت داخل المدن، فدي قرى او عزب فيها عشوائية كبيرة جدا، بيتم دلوقتي تجميلها، والمناطق اللي هي الطرق فيها لا تتخطى عرض الشارع 2-3 متر بيتم التبليط بيها، بحيث ان هو مش هنعرف نرصفها، فبنعمل مشروعات تبليط فيها ببلاطات الانترلوك الجديدة، بحيث ان احنا نمسك حي حي نشوف الصرف بتاعه نغيره. وده مشروعات بتتم من خلال برضو الجهاز المشروعات العشوائيات، وده بيتم بصورة جيدة جدا في محافظة الشرقية. كمان عندنا مشروعات داخل القرى عشان تقلل من الهجرة الشرعية بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنعمل مشروعات داخل القرى عشان نجد فرص عمل، وبالتالي يبقى عملية الهجرة غير الشرعية تنتهي كمان، مش بس الهجرة داخل للمدن إنما الهجرة غير الشرعية برضو القضاء عليها. في مشروعات بتتم بصورة جيدة جدا، في حضرتك تم توفير قروض بصورة جيدة جدا للسيدات داخل القرى عشان تعمل مشروعات صغيرة ما بين تربية حيوانات صغيرة، إذا كان دجاج، إذا كان بط، إذا كان أرانب، كمان مشروعات مشاغل، يعملوا مشاغل، مصنوعات يدوية، كل الكلام ده كله بيتم بصورة جيدة جدا. وهو ده أنا بقول لو استمرنا بالصورة الجيدة الطموحة، الخطة الطموحة، أعتقد مبادرة السيد الرئيس اللي بتتم بصورة جيدة هتنهي على المشكلات دي خلال وقت قريب جدا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.